إلى حملة مصر نظيفة التي أطلق برنامج الحياة الآن منذ عدة أشهر، وتهدف إلى القضاء نهائيا على ظاهرة انتشار القمامة على مستوى الجمهورية وإيجاد حلول جذرية لمواجهة هذه الظاهرة وإعادة المظهر الحضاري إلى الشارع المصري. كاميرا الحياة الآن انتقلت اليوم إلى منطقة العجمي في مدينة منطقة مشتول السوق في محافظة الشرقية، فلنتابع هناك، ومعنا من هناك الزميل رامي محمد. إليك رامي، تفضل. برحب بك محمد من محافظة الشرقية، تحديدا من دائرة مشتول السوق. هنا في هذه المحافظة 14 دائرة انتخابية، وأيضا أنا الآن متواجد في حي العجمي من دائرة مشتول السوق اللي موجود فيها مقعد واحد من 29 مقعد بالنسبة للانتخابات البرلمانية في محافظة الشرقية. هنا المشهد كما هو في خلفي، القمامة منتشرة بشكل غير طبيعي كما تظهر الكاميرا في خلفي. أيضا بطول الطريق على مستوى الطريق الرئيسي هناك عدد كبير من أكوام القمامة، وأيضا هناك عدد كبير من المحارق للقمامة. هذه المشكلة تؤرق كل أهالي دائرة مشتول السوق هنا في هذه الدائرة وفي محافظة الشرقية. خليني محمد يعني أتعرف على بعض احتياجات وبعض المشاكل الأخرى للمواطنين هنا ولأهالي دائرة مشتول السوق. برحب بك في البداية. أهلا وسهلا، أنا الحاج علي حسن دراوي، بناء عن الفلاحين كلهم وكلهم واقفين. دلوقتي الفلاح ما بقاش فلاح، فلاح بياكل بالقرش، بيشرب مية بالقرش، كل حاجة بقت عليه بالقرش. احنا نبطل الفلاحة خالص، مية ما فيش مية، فترح مردومة. عندك كمان مدرسة براهيم ياسين، العيال كلها راحت الصحة وكلها فيها عدوى دلوقتي. بشكر الحاج علي، اتعرف على حضرتك. انا محمود بيوم محمود النبراوي، مدير مالي واداري سابق بمستشفى مشتول السوق المركزي، وحاليا موظف مستشفى مشتول السوق. يعني استاذ محمود، يعني حضرتك مسؤول في احد المستشفيات هنا في دائره مشتول السوق، وانا يعني اثناء جولتي منذ الصباح يعني رايت ان بعض المواطنين يعني بيشتكوا من معاناه المستشفيات والاهمال هناك. يعني حدثنا عن هذه الازمه بالاخص وهذه المعاناه، وانت احد مسؤولين عن المستشفيات هنا. الحقيقه ان الازمه اللي موجوده في مستشفى مركزي بمشتول السوق دي ازمه موجوده بقالها كتير جدا، وتم الشكوى لها لوكيل الوزاره اكتر من مره. وهي اول حاجه ان عندنا مستشفى مشتول السوق ما فيهاش دكتور تخدير، ودي طبعا مشكله كبيره بيواجهها المواطنين. اما يجي مواطن عايز يعمل عمليه او عندنا لسته عمليات، نيجي ندور على دكتور تخدير، ما فيش دكتور تخدير اصلا في المستشفى. بيضطروا المواطنين ان هم يجيبوا دكتور تخدير على حسابهم، بيدوا الدكتور التخدير في العمليه 150 جنيه بيجي من بره. واحنا نفسنا في المستشفى بنظبط الليسته بتاعت العمليات على وقت دكتور التخدير، علما بان جميع المستشفيات اللي حوالين مننا، المستشفى بالبيس المركزي او منيا القمح المركزي او السعديين، فيهم دكاتره تخدير بوفره، وده يعتبر سوء توزيع من شؤون العاملين في المديريه. وقت هتتطرق لمشكله اخرى، اتعرف بحضرتك. حاج محمد ابراهيم مقبول. حاج محمد، كلمنا عن اهم المشكلات الاخرى لاهالي العجمي ودائره مشتول السوق تحديدا. هي مشكله عامه وبتخص كل ابناء الدائره، وهي مشكله التعليم. المنظومه التعليميه في الاداره التعليميه التابعه لمركز مشتول منظومه يعني هنقول شبه منحطه خالص، معدومه نهائيا. اولا عندنا كثافه المدارس كثافه عاليه جدا، الفصل فيه 70 او 80 طالب، خدت بالك. الشيء الثاني ان بقت العلاقه بين الطالب والمدرس علاقه ماديه، هو بيحبه عشان الماديات. انا بقول لك المشكله الثانيه هي موضوع الكهرباء. كهرباء في مشتول طبعا، جميع الشوارع بتاعنا غير مضاءه، والشوارع الرئيسيه ما فيهاش اضاءه كافيه، زائد ان احنا برضو بعض الاحياء بتنقطع فيها الكهرباء. بشكرك. يعني هكذا هي المشاكل والاحتياجات هنا، هي المرافق والخدمات المعيشيه، الصحه بالنسبه للمستشفيات، الطرق ايضا ورصفها طرق غير مؤهله، ايضا الصرف الصحي، وايضا مشكله القمامه التي هي على راس المشاكل هنا واحتياجات المواطنين. معي ايضا الكاتب الصحفي ومرشح حزب الوفد هنا في دائره مشتول السوق استاذ سعيد صالح شرباش. برحب بحضرتك معنا على شاشه قناه الحياه. اهلا وسهلا. وعايزين بس نعرف من حضرتك يعني كمرشح هنا عن هذه الدائره، رؤيتك لهذه المشاكل، وايضا يعني
طرق الحلول واقتراحاتك كنائب برلماني مستقبلا او كمرشح؟ بص، دعنا اولا نتفق ان دائره مشتول السوق على مدار 30 او 40 عام لم تجد اهتمام من المسؤولين. حاجة تانية، عندنا لم يخرج منها نائب يستخدم أدواته البرلمانية من أجل حصول أهل دائرته على مطالبهم، تمام؟ احنا ما شفناش قبل كده نائب في دائرة مشتول السوق بيقدم استجواب أو طلب أحاطة أو بيان عاجل وعمال يقول البلد دي فيها كذا ودي فيها كذا ودي فيها كذا. كان منحصر دور النواب في السابق ان كل نائب بياخد الطلبات يروح يمضيها من الوزير الفلاني وبعد كده بيروح البرلمان ولا فاضي يناقش قانون ولا فاضي أي حاجة. دلوقتي آن الأوان أن تتغير اللعبة السياسية. البرلمان الحالي برلمان تشريع، بس مش دوره أن أنت تشرع وخلاص، لا، أن يرتبط التشريع بأرض الواقع. بمعنى المنظومة الصحية زي ما أنت حضرتك شفت الناس عمالة تشتكي منها، يبقى برلمان بيجيب الحكومة، تعالي يا حكومة أنت عاوزة إيه المنظومة الصحة علشان أي مواطن محتاج خدمة صحية ياخدها، والبرلمان بيراقب الكلام ده بعد كده، بحيث ان لو اي مواطن عنده ازمة الصبح بنستجوب وزير الصحة والحكومة كاملة تحاسب عن اهانة اي مواطن. استاذ سعيد، يعني نستطيع ان يعني نلتمس بعدد من النقاط بالنسبة للبرنامج الانتخابي، نقدر نقول للمواطن البسيط هنا في دائرة مشتول السوق على عدد من النقاط الهامة على رأس برنامجك الانتخابي بالنسبة للخدمات والمرافق المعيشية اللي بيعانوا منها، وهي طبعا نتيجة ملموسة، يعني الخدمات هي نتيجة ملموسة لأي مواطن بنسبة التطور او نسبة العمل بالنسبة للنائب او المرشح والمواطنين هنا. تمام. دائرة مشتول السوق بيعاني أهلها من مجموعة من المشكلات نتيجة إهمالهم لعقود طويلة. لو جينا نشوف الدائرة دي دائرة زراعية، ولكن للأسف الشديد أنت عندك الفلاح بيعاني منها أشد المعاناة، مش لاقي مية، مش عارف يجيب تقاوي، زرع لو مات، تسويق إنتاجه. الحاجة التانية عندنا في الدائرة الخدمات الطبية، والكل بيشتكي من الخدمات الطبية. الحاجة التالتة الشباب نسبة البطالة فيها كبيرة جدا، مش لاقي فرص عمل. آن الأوان أن المنظومة دي تتغير وأن الدولة تتحمل مسؤوليتها تجاه الشباب. حاجة الرابعة عندنا التعليم عندنا 70 فصل بطالب و80 فصل بطالب. عندنا بعد كده منظومة الرصف، الشوارع زي ما حضرتك شفت غير ممهدة. عندنا الصرف الصحي الناس بتعاني منه، عندنا المية الناس بتعاني منها، عندنا شريحة بتموت ومحدش سائل فيها، العمال البسطاء اللي في مجلس المدينة أو فراش المدارس، هو بياخد 64 جنيه في الشهر. طب إمتى يطبق الحد الأدنى ليهم؟ يعني الدستور نص على إيه؟ تطبيق الحد الأقصى والأدنى، وطلعت القوانين المكملة إن في 1200 جنيه. طب اللي بياخد 64 جنيه يعمل بيهم إيه؟ نعم، بشكرك شكرا جزيلا. يعني هكذا هو محمد المشهد هنا، عودة مرة أخرى إلى الاستوديو. شكرا للزميل رامي محمد.